انتخابية يعود الحديث عن قانون الأسرة، حقوق المرأة والطفل والكثير من الجوانب الاجتماعية. الأكيد أن القوانين السارية المفعولة المؤطرة لهذه الجوانب في آخر تعدين لها سنة 2005 أصبحت لا تتماشى ومتطلبات الجيل الحالي، وحتى القوانين التي اعتبرت إيجابية تواجه مشكلة الفجوة الكبيرة بين القانون وتطبيقه. كيف تطرقت برامج المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر إلى هذا الملف؟ سنتطرق لها رفقة كل من الأستاذ فتح بطبيق ممثل المترشح لرئاسيات، الأستاذ عبد العزيز بالعيد، شكرك على تلبيتك دعوة أستاذ فتح بطبيق. شكرا. كما تحضر معنا الأستاذة زكية خراس ممثلة المترشح لرئاسيات، الأستاذ عز الدين ميهوبي، شكرك على تلبيتك دعوة أستاذة زكية. إذن ضيوفي الكرام مشاهدينا، قبل أن نبدأ النقاش حول ملف كل ما هو حياة اجتماعية وخاصة قانون الأسرة، نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش، ابقوا معنا. لا يختلف اثنان على أن تراكمات اجتماعية عديدة سيرثها المتربع على عرش قصر المرادية بعيد 12 ديسمبر المقبل. آلاف حالات الطلاق سنوياً، هجرة سرية غير شرعية، اختطاف للأطفال، وجرائم تتنامى بشكل مخيف وسط مطالب متكررة بتقوية الترسانة القانونية المتعلقة بالموضوع. أرقام وإحصائيات تصدر باستمرار عن مختلف المؤسسات أمنية كانت أم اجتماعية، المدقق في فحواها لا يلبث إلا ويكتشف حجم الانحدار الذي آلت إليه الظروف الاجتماعية للجزائريين. لا يصدق كثيرون أن منظمة اليونسكو تحصي نحو 1346 حالة اختطاف، وهو ما يضع الجزائر في مقدمة الدول العربية من حيث الظاهرة. الأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة لإحصائيات حالات التشتت التي تضرب البيوت الجزائرية بتسجيل أكثر من 65 ألف حالة طلاق سنوياً. وأمام أزمة بطالة معقدة، لا تزال شريحة كبيرة من الشباب تختار زوارق الموت طريقا لها في سبيل انفراج معلق بمصير مجهول وراء البحار. مقابل كل هذه التحديات، يتساءل كثيرون حول مدى تطابق البرامج المعلنة عشية كل استحقاق مع حقيقة الميدان. ونحن سنحاول الإجابة على آخر سؤال في التقرير، وهو مدى تطابق برامج المترشحين مع هذا الواقع. أستاذ فتح بطبيق، الواقع تقريبا والصورة السوداء إلى أبعد الحدود عندما نأتي إلى المؤشرات. لأن مؤشرات البطالة، الطلاق، قرابة 68 ألف حالة طلاق سنويا في الجزائر، هذا إن دل على شيء يدل على أنه قانون الأسرة اليوم أصبح لا يتماشى والواقع الذي نعيشه، خاصة أنه آخر تعديل كان سنة 2005. هل في برنامج الأستاذ عز الدين بالعيد تطرقتم إلى هذا الشق، شق قانون الأسرة وبالتفصيل؟ نعم. أولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم، تحية مسائية لك أخ كريم ولضيفة كريمة ومن خلالكم كل السادة المشاهدين. اليوم أنا بصفتي أمثل المترشح الأخ بالعيد عبد العزيز، فهو ببرنامجه الذي يحمل في طياته بذور الأمل لبناء جزائر قوية، جزائر مزدهرة مبنية على أساس بعث نظام اجتماعي يكون، يعني هذا النظام الاجتماعي يكون في المستوى المطلوب حسب طموحات الشعب الجزائري، هذا من جهة، ويعزز مكانة الدولة بين الأمم. في الحقيقة بهذه المناسبة قبل ما تدخل في الحديث تاعك، أقف وقفة الترحم على شهدائنا في غزة تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي إطار المبادئ الخالدة التي ورثناها عن سلفنا وعن شهدائنا وعن مجاهدينا، وبالتالي نتمنى للشعب الفلسطيني إن شاء الله أن يخرج من المحنة تاعه هذه في أقرب وقت. هذا بالنسبة لنا، هذا من الواجب. يعني الآن قضية اليوم لنا في حملة انتخابية متعلقة بالرئاسيات تاع 12 ديسمبر، على ما أظن الواقع الاقتصادي أو الواقع الاجتماعي يبين اليوم حجم الأزمة اللي تعيشها الجزائر اليوم. دون شك خروج الشعب الجزائري يوم 22 فبراير
خرج من أجل أن يغير الواقع الاجتماعي، والواقع الاجتماعي خاصة يتعلق بالأسرة ومن الترسكوبات أو من الترسبات تاعها. هذا الواقع الاجتماعي هو اللي جاب لنا هذه الحالات اللي شفناها في المراحل السابقة، من اختطاف، من حالة طلاق، من حالة عنوسة، من مشاكل يعني هجرة شرعية، هجرة غير شرعية. وهذه على ما أظن السبب المباشر هو الواقع الاقتصادي، لأنه حقيقة إذا كان تكلموا على القوانين، إحنا ما احترمناش قوانين كما تكلموا على تعديل القوانين. فحق الأسرة مهما يكون القوة تاعو، إذا كانت البيئة اللي يعيشوا فيها، البيئة في حد ذاتها ملوثة، إذا كانت البيئة في حد ذاتها ما فيهاش التواصل، ما فيهاش التوعية، ما فيهاش قيمة اللي تكلم عليها الجزائر والجزائر في السابق، يعني في كنا في مراحل سابقة كان ما عندناش قانون أسرة أصلا. قبل سنة 1984 لم يكن للجزائر قانون أسرة، ولكن لما كانت الأسرة تعيش في بيئة وفي جو يعني نوع فيه نوع من الاحترام، في بيئة، ورغم كانت أساليب، كانت أدوات الحرمان موجودة أكثر من الآن، بالعكس الوفرة الآن أحسن، ولكن شفنا النظام الاجتماعي شغله أصبح فيه نوع من هذه حالة تشخيصية. نعم، تقريبا للواقع. نعم، في البرامج، في البرامج المترشح البرنامج تاع الأخ بالعيد هو كل متكامل، ما يمكنش أن نفصل الأسرة الجزائرية أو هذه الآثار المترتبة على هذا الواقع الاجتماعي نفصلوا على بيئة اقتصادية متعفنة، أو نفصلوا على بيئة سياسية متعفنة، أو نفصلوا على منظومة حكم لم تكن في المستوى المطلوب، واللي جات بناء على عدم الشرعية وعدم احترام الإنسان وعدم زرع الأخلاق اللي يجب في المجتمع، ثم تأتي النتائج. الآن إذا كانت كل مسألة قوانين نديروا القوانين، ولكن يبقى تبقى دار الرقماني على حالها، لان لم نعطي. نعطيك اندونيسيا فقط، اندونيسيا او ماليزيا، شوف يعني حل في الزواج، نعتبره الزواج شرط الكفاءه هو شرط الانعقاد مو شرط البقاء. هل شرط الانعقاد هذا اليوم قبل الزواج انا نشوف فيه، وبالتالي الاثار تاع العلاقه الزوجيه راح تكون مستمره او تكون الاثار تاعها وخيمه عن طريق الطلاق، ولا راح تكون كذلك اثار سلبيه على الابله. وبالتالي احنا محتاجين اليوم الى بعث نقاش حقيقي وحوار حقيقي، كيف نشوف الأسرة الجزائرية، كيف نشوف المجتمع الجزائري، وكيف نشوف الأسرة الجزائرية. مثلا هل ترون أن المشكل في تقريبا ما هو المنهج الذي سنسير عليه الذي يتوافق ومتطلبات المجتمع الجزائري؟ هذا هو التساؤل الكبير، لأنه عندما نأتي إلى تشريع القوانين دائما نذهب إلى تلك الخاصية، خاصية المثالية نوعا ما في تشريع القانون، ويكون في تطبيقه بعيد عن الواقع، وهي هذه المعادلة تقريبا الصعبة. نعم، مثالية القوانين لا تنفع جدوى، لا تجدي نفعا إن لم تكن هناك يعني إجراءات عملية على الواقع، إذا لم تكن هناك معاملات إنسانية في حد ذاتها، إذا كان لم تكونش معها تصاحبهاش إجراءات رضعية في قانون العقوبات، إذا كان ما تكونش عندها إجراءات صارمة يعني تكون قبل وقائية، تكون وقائية اللي تخلي المجتمع يمشي مباشرة في مسار، وعلى بالنا بين الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع. نعم. الآن على ما أظن المسألة مترابطة ببعضها البعض، كثير من الناس يحبوا يعلقوا المشكلة تاع الأسرة والطلاق والشيء اللي نشوفوا فيه بالخطاف لقصور قانون الأسرة، هو خطأ. كل قوانين العالم، كل قوانين الأسرة في العالم مستمدة من النظام الأحوال الشخصية تاعها، من الديانة اللي تعيشها، وبالتالي حتى الدين تاعنا الحنيف كذلك أعطانا تفصيل، ولكن ما احنا ما نلتزموش صراحة. تقريبا هو مكان المرأة نفس المكان للرجل، ولكن هل حقيقة الرجل يؤدي في الدور تاعه كما جات به الشريعة الإسلامية وكما جاب به القوانين؟ وهل حقيقة المرأة راح تقوم بالدور تاعها كما ينبغي؟ وهل المجتمع في حد ذاته راه يواجه التحديات هذه كما ينبغي في إطار التضامن؟ لأنه حتى ظاهرة الفقر في حالتها عندها كذلك تأثير مباشر على الأسرة. وبالتالي نشوفوا احنا من منظورنا كالأخ بالعيد عبد العزيز، نشوفوا باللي حال الوقت أننا نفتح كل ملفات اقتصادية واجتماعية وثقافية، ونحاول نبني مشروع مجتمع من أجل بناء نسيج اجتماعي واقتصادي. يقودني هذا إلى السؤال للأستاذة زكية خراس، المعادلة الصعبة نوعا ما في قانون الأسرة في الجزائر هي الحفاظ على روح القانون وجعله مواكب لمختلف الأحداث التي يعيشها المجتمع الجزائري، ولكن في حدود الشريعة الإسلامية. الكثير يقول أن هناك بعض البنود أو بعض الجوانب في قانون الأسرة ممكن أن نعيد النظر فيها، نظرا لتغير الكثير من المعطيات والمؤشرات داخل المجتمع الجزائري، دون المساس بتلك الروح، روح قانون التي تستمد وتستنبط من الشريعة الإسلامية. هل في تصوركم في برنامج الأستاذ عز الدين مهوبي ممكن أنكم تطرقتم إلى هذا الجانب؟ ولو أنه شاهدت أنه فيه الكثير من البنود تتحدث عن المرأة أكثر من أمور أخرى داخل المجتمع. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تحية للزميل والأخ، وتحية للمشاهد المواطنين. أنا ممثلة مترشح عز الدين مهوبي،
عز الدين مهوبي جاء من وسط اجتماعي، وهذا الوسط الاجتماعي عايشناه وعايشنا مشاكل تاع المواطن الجزائري والمواطن والبرنامج اللي تسطر في هذا الآفاق. يهدف هذا البرنامج لتحسين وضعية المواطن، وضعية المعيشية على المواطن والظروف الاجتماعية. الظروف الاجتماعية احنا عندنا كما نقولوا لا سيلول فاميليال، الخلية الأساسية للمجتمع هي الأسرة، والأسرة عمود الأسرة هي الأم، الأم هي المرأة. يقولوا لك المرأة إذا كفلت بشؤون المرأة، كما يقول لك المثل اللي يقول لك إذا أعددت أعددتها أعدت طيب الأعلاق، هي مدرسة إذا أعددتها أعددتها. لكن أول بند في أول بند تطرقت ليه في برنامج الأستاذ عز الدين مهوبي يتحدث عن تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز صنع القرار بكل مؤسسة. معناها نوعا ما هنا نتحدث عن دور المرأة نوعا ما في جانب إداري، ولن نذهب إلى ذلك الجانب الاجتماعي. هنا كيف تقريبا ترون دور المرأة هنا؟ هل مثلا المرأة حاليا المرأة بوصولها مثلا لمراكز القرار ممكن أنها تدافع عن حقوقها، من هذا المنطلق؟ من هذا المنطلق. المرأة الآن راهي طبيبة، راهي أستاذة، راهي محامية، راهي تدرس في جميع المجالات وتطورت المرأة، ماهيش ماكتة في البيت. كاين المرأة الماكتة في البيت، وهذا تطرق له البرنامج ليعطي له يعني صلاحيات ونظرة يعني يلتزم بهذا البرنامج تاع المرأة الماكتة في البيت. ولكن كاين المرأة اللي راهي تدرس، اللي راهي لحقت يعني مستوى عالي، ولكن كان فيه انقاص يعني ان كما شنقولوا لك تمييز، يعني تمييز في المناصب الاداريه في المنتخبات. يعني كاين مع تعديل الدستور كانت عندنا الكوطة، يعني حصص للمرأة قدرت تقتحم هذا المجال السياسي. لو نقيم فقط استاذة زكية خلاص مثلا اليوم الدستور مؤخرا يعطي هذا النظام، نظام الكوطة للنساء، زادت كوطة النساء في الكثير من المؤسسات في البرلمان، هل تلتمسون أن تغيرت مثلا بزيادة عدد النساء تغير وضع المرأة في الجزائر؟ نظن أنه لم يتغير. لا 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 كاين، لا فيه تغيرات، فيه 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 بعض المرأة كانت المنتخبة، نهضر غير على المرأة المنتخبة مثلا في البلدية. النساء الماكتات في البيت تقدر كتصيب امرأة في الإدارة تروح ما عندهاش اشكال، دونك تتكلم معها بدون تحفظ، تطرح مشكلتها، يعني تقترب من الاداره اكثر من الرجل. ولكن المراه في المناصب العليا ما عندهاش حصه كما الحصه تاع الرجل. وهذا وكيفاش هي قرات كما في نفس المستوى ولم تحصل على المرتبه اللي تقدر تصنع القرار. في الحكومة الحالية كاين ثلاث وزيرات نعم، ثلاث وزيرات غير كافي. حقيبة وزارة البريد وتكنولوجيا الاعلام والاتصال نظن انها حقيبة نوعا ما ثقيلة، ومنحت الى المرأة استاذة زكية. ونطمح دائما في المزيد لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع. ترون انه من خلال تحسين وضعية المرأة في مختلف مناصب مؤسسات الدولة ممكن انها تدافع عن كفاءة او تقدر؟ وانا ممكن نروح نفتح نقاش في ملف اخر ومطالب فئوية، ويصبح الامر ما بين الرجل والمرأة، وهذا يعتبر تمييز. استاذة زكية خراس، استاذ فتح بوطبيق، الكثير يقول انه فيه ايجابيات في قانون الأسرة وهذا أمر لا يمكن أن ننفيه، ولكن الفجوة تعتبر في تطبيق هذه القوانين، ويبقى هاجس مختلف القوانين سواء كانت أسرة أو أي قوانين أخرى في مختلف القطاعات والمجالات، هو ذلك الجانب التطبيقي، لأننا لم نصل بعد إلى تطبيق القانون بالشكل المطلوب. ما نتكلمش فقط على تطبيقه بحذافيره وبما تنص عليه تلك المادة، ولكن تطبيقه بذلك نقول الالتزام يعني نوعا ما. نعم، أولا إذا كانت عندنا الجرأة والاستطاعة أننا نفتح
ملف حقيقي حول نظام الأسرة في الجزائر. في الحقيقة عندنا مكتسبات تاع مجتمع، مكتسبات ورثناها على الأجداد والآباء وتقاليد، ومنها اللي باري حقيقة ما يتمشاش مع العصر تاع الحريات ويمشى مع التقدم اللي حتى الإسلام يشدو. مثلا مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت متغيرة، نعم، قد ما تكون مثالية في القوانين طالما أنها قوانين وضعية هي قابلة للتغير. اللي مش مقبول أن القوانين تولي حجة. أستاذ فاتح بطبيق أستسمحك أستاذ زكية فقط فاصل قصير ثم نعود احتفظ بالفكرة. نعم. أستاذ فاتح فاصل المشاهدين.